الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العلي العظيم. يهودي يا كلي مشركين مكة دباق مشهور يهودي دبارت کہ یہودی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فیر کہ وحیت کا فرشتہ دیری پہ عمر رہا وحیت کو ورا فرشتہ دیری فرمایا جبریل امین او جبریل تو نہ دشمنی نہ مخلوق کے تباہ کرنی علاقہ کی چپی کرنی جبریل اگر فرشتہ اگر وحیت کا فرشتہ میکائیل میں سکا تو نہ ایمان سنی جاتا نہ جبرائیل ہے تو نہ دشمنی ہرگز ایمان تو فرمایا اچھا جبریل تمہارا دشمن اللہ تعالیٰ فرمایا فی حراب انتا جبرائیل نا دشمنی یا میکائیل نا یا فرشتہ کا دشمنی یا رسول تا اللہ تعالیٰ کافر تا دشمنی ان اللہ عدو للکافرین اللہ تعالیٰ کافر انتا ہے حرا جبرائیل نا دشمنی او کافر مس کافر نا دشمن اللہ ہے حرا میکائیل نا دشمنی او کافر ہے کافر نا دشمن دے رہے اللہ کافر نا دشمنی اللہ تعالیٰ کافر نا دشمنی قل من کان عدو لجبریل کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرا بندہ دشمن مجد جبرائیل علیہ السلام نا دا من کانا دا شرط لے فلیمت غیظا دا اونا جواب شرط مقدر ہے حراب اندر جبرائیل علیہ السلام دشمن ہے او تنا غصتی کھئی فلیمت غیظا تبا ہماری تنا غصتی کھئی غصتی تنا فانتا ہے انتا ہے کہ جبرائیل تھوڑی تنا مرجیہ دیکھ بارک ہاں وہی تنا مرجیہ دیکھ بلکہ اللہ نا کرتا دیکھنا فإنه نزله على قلبك بإذن الله بشكو نزله قرآن نازل كرين ناصر نازل بإذن الله الله نا حكمت مصدقا لما بين ذي لا قرآن كريم تصديق ايك سچائي بيان كي همو كتابة ردا كم مستو يعني تورا تنجيل وهدن دا قرآن هدايت نظرية وبشرى للمؤمنين دا قرآن خوش خبرية إيمان وعدك من كان عدوا لله حراب الله الله نا دشمن مس وملائكة دي فرشتغات ورسوله أو تمام رسولتا وجبرائيل وميكائيل جبرائيل نا دشمن مس ميكائيل عليه الصلاة مس فإن الله عدو للكافرين يشك الله كافر هذا دشمني حراب الله الله نا دشمني كافر فرشتغات دشمني كافر کافر ہے رسول اللہ دشمن کافر ہے جبرائیل دشمن کافر ہے میکائیل دشمن کافر ہے دونا کافر دشمن دے رہے اللہ فإن الله عدو للكافرين بشك الله تعالى دشمن كافرات لكن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات البتحكي من ثلاث من آية واضحة وجتاو وما يكفر بها إلا الفاسقون إن قال كبس لآيات تاهم غير فاسقا كافراك أذا كلما عاهدوا أهدا أيا هراتا بيهودي كوي وادس كيرا الله تعالى توادس يا پیغمبر توادس كيرا نبده فريق منهم دواد خسر رأس قلوب زفتان بل أكثرهم لا يؤمنون بل كفتا أكثر إيمان حتى بسام ولما جاءهم رسول من عند الله حالات بس افتى يا رسول من عند الله الله ترفان مصدق لما معهم ده رسول تصديق كمو كتابتا حرف دواري ما قبل ادري مصدقا لما بين يدي وقران نبارد قران تصديق كمو كتابتا لو كمستو دار دي نبارد پیغمبر نبارد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي مونا كتابتا انت كيك مونا كتابتا تصديق منك تا مصدقا لما بين ذي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق ہمو کتابتا ہر افت تو لما معهم ہر افت وارو نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب خسارت گروہ بس ہم افتان ہاتھ کتاب تنگانے انتی خسار کتاب اللہ وراء ظهورهم اللہ نا کتاب خسار تنا پٹھین دا پدان پٹھین دا بجا کتاب خسار قرآن خسار عمل کتوس تورات خسار عمل کتوس کانہم لا یعلمون ہندو محسوس کرنے کتاب نا تپا سا کتاب حرنگ چارا لیکن انا دو سجدنا جا کتاب پٹھین دا بجا خسار اور عمل کتوس صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم